استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. في قصر الصافرية هذا اليوم الفريق أول جوزيف أوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة. رحب العاهل المفدى بقائد القيادة المركزية الأمريكية وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية القوية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي. نوه جلالة الملك المفدى بأهمية الدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، معربا عن تقديره لجهود الفريق أول جوزيف أوتيل في تعزيز التعاون البحريني الأمريكي في الميادين العسكرية والدفاعية وبحرصه على تطور هذا التعاون المشترك متمنيا دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على مقابلته والوفد المرافق له وعلى جهود جلالته لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال التعاون العسكري ودعم جلالته المستمر لهذا التعاون التاريخي الوثيق، معربا عن اعتزازه بهذه العلاقات والتعاون المشترك وأثنى على دعم البحرين ومساهمتها المهمة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين. كما هنأ جلالة الملك المفدى بنجاح الانتخابات الأخيرة في البحرين وملقته من إقبال كبير، مشيدا بالتطور المستمر الذي تحققه البحرين في مختلف المجالات متمنيا للبحرين المزيد من التقدم تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله.